سينا واضح كده ان هي داخله على مرحله مختلفه، والمرحله دي لونها اغمق من كل اللي فات، داخله في الدارك كده، دارك بلاك، يعني خش بقى في الاسودات. طب ليه بقول الكلام ده؟ وهل اصلا سينا شافت عم احمد يوم حلو طول الثمان سنين اللي فاتوا عشان تقول لنا ان هي هتشوف اوحش من اللي فات؟ ده حياتهم كلها، والله العظيم يا جماعه، الناس دي بتصحى على تفجيرات وتنام على تفجيرات وارهاب وقصف من ناحيه وارهاب من ناحيه تانية. اقول لك بعد القرار الجمهوري الغامض، وهو تحديد تقريبا 3000 كيلو متر مربع من الاراضي في شمال سيناء، مناطق حدوديه تخضع لقيود صارمه. تيجوا نشوف القرار، صوره القرار اهي معانا، انزل يا باشا بصوره القرار عشان اقول لك بقى ايه اللي بيحصل بالظبط. الجريده الرسميه اهو، وقال لك بشان تعديل بعض احكام قرار مش عارف مين رقم 44 لسنه 2014 بتحديد المناطق المتاخمه لحدود جمهوريه مصر العربيه والقواعد المنظمه ليها، وبعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم كذا، وبعد اخذ راي مجلس الدفاع الوطني، وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي قرر. هنقرا قراره ولا خلاص كده؟ خلاص كده. عندك بقى صورة القرار اهي، حياتك تدخل وتقراها عشان يعني ايه تركز فيها وتقراها براحتك خالص. يعني ايه؟ ايه بقى يعني المناطق الممنوعة دي؟ عايزين نفهمها يعني. دي مناطق مثلا غير المسموح بيها للمواطنين، هي بتبقى بس للقوات المسلحة ان هم يتواجدوا فيها. وكمان يحظر فيها تواجد المركبات بكافة أنواعها إلا التي تخص قوات الأمن. طب وايه المناطق المحظورة؟ اقول لك المناطق المحظورة هي المناطق المسموح للمدنيين بالتواجد فيها بعد ما تحصل حضرتك على تصريح كتابي من الجيش، زي ما هنشوف صورة القرار. خش يا باشا بصورة القرار اللي بعده عشان نشوف مع بعض اهو. يستبدل بنصوص الفقرات مش عارف كذا وكذا والمادة الاولى من قرار المشار اليه النصوص الاتية: المنطقة المتاخمة للحدود الغربية لجمهورية مصر العربية، المنطقة الأولى الممنوعة المشهرة أو مش عارف إيه باللون الأحمر، وهو والخط الوهمي والحد الشرقي والمناطق اللي هي اتحددت يا جماعة زي ما أنتم شايفين كده معانا على الشاشة، ومعانا رقم 2 أهوت على الشاشة زي ما أنتم شايفين، المنطقة الثانية المحظورة اللي هي باللون الأخضر، وهتبدأ بقى حضرتك تخش وتشوف كل التفاصيل. يعني إيه كل الكلام ده؟ يعني عملياً ابتلاع أضعاف مساحة مدينة رفح اللي تم إخلاقها قبل كده كانت 79 كيلو متر مربع. هياخدوا 79 كيلو متر مربع تحت اليافطة العريضة التي نسمعها دائما وأبدا. قولوها كده، قولوها اللي بتتفرجوا عليا دلوقتي. شطار، برافو عليكم. مكافحة الإرهاب. مكافحة، إحنا بنكافح الإرهاب فنعمل أي حاجة. وكان أهلهم بقى، وكان أهل هذه المنطقة يعني يعيشون على أمل كبير جدا إن هم في يوم من الأيام يرجعوا المنطقة دي. المنطقة المذكورة في التقرير أو في القرار مساحتها تقريبا يا سادة 2655 كيلو متر مربع، وبتضم كثير جدا من القرى والتجمعات السكنية، وهناك مدن رئيسية فيها عشرات الآلاف من السكان. أوريك صورة المنطقة المستهدفة اللي نشرتها مؤسسة سينا لحقوق الإنسان زي ما هنشوف الصورة دي بالقمر الصناعي أهو. دي يا جماعة المنطقة زي ما انتم شايفينها كده على هذه الصورة اللي تم نشرها وتصويرها بالقمر الصناعي. فلو فاكرين بقى مأساة تهجير أهالي رفح وتفجير البيوت، تخيلوا مصير أضعافهم. خلينا نشوف الفرق من الصور اللي نشرتها مؤسسة سينا لحقوق الإنسان بعد تحليل لصور الأقمار الصناعية بالإضافة لصور أخرى على الأرض وشهادات بقى من سكان محليين. المقارنة ما بين الصور أمام حضرتك على الشاشة أهو، ده 79 واختلاف المساحات 2655 وهناك 79، وانت شايف هو الصورتين معبرتين. صور الأقمار الصناعية برضو بتكشف يا جماعة ان الجيش اشرف على بناء سلسلة من الجدران العزلة الضخمة بتمتد بطول عشرات الكيلومترات وارتفاع بيوصل لحوالي 6 متر. عشان ايه؟ عشان يطوق المنطقة المحددة في القرار، وبناء الجدران دي سبق صدور القرار بأشهر أهو. يعني هم كانوا عارفين هم بيعملوا إيه. أدي الصورة هي بتاعة البنى بين أمام حضرتك على الشاشة تحت في المربع اللي على يمينك ده، وأدي الصورة اللي بتعبر عن الخريطة والأماكن. وانتوا فاكرين لما الحكومة قالت في 2014 إنه اللي هيحصل مجرد بس يا جماعة إخلاء مئات الأمطار عشان نحل مشكلة الأنفاق،
ودلوقتي بتعلن حوالي 3000 كيلومتر مربع كمناطق محظورة. يبقى واضح كده إن التضحية بحياة وكرامة المواطنين في سيناء خصوصا عفوا وإحنا يعني الناس بتعيش مأساة رهيبة وأي مكان عموما، كل ده أضحي بالمواطن أهد عليه، ده أسهل حاجة في سبيل خطط غامضة لا بتحفظ أمن الناس ولا كرامة الناس، بالعكس دي فرغت سيناء من سكانها. علشان كده محتاجين نفهم كواليس اللي بيحصل في سيناء وإيه اللي بيحصل بالظبط. فبينضم إلي عبر سكايب ضيفي وضيفكم السيد أبو الفاتح الأخراسي الصحفي المتخصص في الشأن السيناوي. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، مرحبا سيد أبو الفاتح. في البداية، في ظل هذه التطورات الجارية والتي رصدناها، ما هي الدوافع وراء صدور هذا القرار برأيك؟ هو في بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا القرار هو هدية أو هدية السيسي لأهالي سيناء في الذكرى 53 لمؤتمر الحسنة اللي كان في 31 أكتوبر سنة 68. أهالي سيناء إسرائيل كان معاها، كان في مشروع إسرائيلي لوضع دولة بين مصر وبين فلسطين المحتلة، بحيث هذه الدولة تكون يعني حماية لحدود إسرائيل وتكون تبعد الجيش المصري عن حدود إسرائيل أو حدود فلسطين المحتلة. فتم عرض الأمر على مشايخ القبائل بحيث أنه يعلنوا أن هم لا تابعين لا إسرائيل ولا تابعين لمصر. وكان الشيخ سالم الهرش هو اللي خرج في المؤتمر العالمي اللي اتعمل في مدينة الحسنة في وسط سيناء، وجمعوا كل وسائل الإعلام الدولية عشان خاطر يسمعوا من القبائل ومن البدو إنه إحنا مستقلين وبعاد تماما عن مصر وعن إسرائيل. فاللي حصل إنه بتنسيق مع المخابرات المشايخ أعلنوا إن هم تابعين للقيادة المصرية. المصادفة العجيبة إن القيادة المصرية بعد أقل من 10 سنوات من هذا التاريخ السادات عمل معاهدة السلام مع إسرائيل، وفقدت مصر من ساعتها السيادة على سيناء وعلى شبه جزيرة سيناء. ودلوقتي احنا شفنا ايه اللي بيحصل، انه الجيش المصري طرد اهالي سيناء من مناطقهم بالقرار الجديد اللي هو الهدية بتاعت السيسي لاهالي سيناء. مكافأة لاهالي سيناء، يعني اهالي سيناء كان قدامهم، كان القرار الاسرائيلي او المخطط الاسرائيلي في الحسنة كان حاجتين، كان هو دولة وإمارة في شمال سيناء في شبه جزيرة سيناء للبدو، وبالتالي هيكون يعني مصلحة البدو كانت كبيرة جدا من وراء هذا الأمر. يعني كان الدخل كان هيكون كبير جدا، سيناء مليانة خيرات ومليانة ثروات كبيرة جدا، وكان ده هيعود بالنفع بشكل كبير جدا على أهالي سيناء، مقابل إن هم يبقوا حاجز ومانع بين الكتلة السكانية الكتلة الكبيرة في مصر وبين الأراضي المحتلة. لكن في المقابل يعني هو ده الموضوع، انك انت هتاخد مكافاه بدوله كبيره زي دول الخليج ودخل عالي وبترول وثروات، مقابل انك انت تبقى حمايه لحدود الكيان. اهل سيناء رفضوا هذا الامر، البدو والمشايخ رفضوا هذا الامر. الان اهل سيناء بيتم طردهم من هذا المكان، والجيش المصري هو اللي بيامن حدود اسرائيل بشكل واضح. طبعا هذا المكان يعني يرتبط كمان بنقطه ثانيه مهمه جدا، انه تهجير زي ما حضرتك قلت، انه التهجير كان في البدايه التهجير القسري اللي هو يعني ممنوع في الدستور المصري الماده 61 ممنوع تهجير المواطنين. الجيش هجر اهالي سيناء، وكانت الحجه اول شيء قالوا الانفاق، وبعد كده قالوا محاربه الارهاب بشكل عام وطلعوا الناس. لسه الاسبوع اللي فات الاهالي هذه المناطق كانوا قاعدين وبتواصلوا مع النواب المفترضين عشان خاطر يرجعوا للمناطق اللي داخل السور اللي بنوا الجيش، اللي الجيش بناه، اللي هو اللي بيحتوي على هذه المساحه اللي بتتجارب من 3000 كيلو متر مربع. فالجيش ما عندوش مشكله ان المسلحين يوصلوا لقناه السويس وينفذوا عمليات ويروحوا القرى يختطفوا ناس من داخل القرى، ما فيش اي مشكله، عادي، ما في مش مهم، ما بيحصلش اي مشاكل لدى الجيش. لكن الاهم بالنسبه للجيش هو الالتزام بانه حمايه امن وحدود اسرائيل، زي ما الرجل وعد هو بينفذ دلوقتي، زي ما هو وعد ان هو لن يسمح بان يتم استهداف سيناء من انطلاق اسرائيل من انطلاقا من سيناء، هو الرجل دلوقتي بينفذ وبينفذ بشكل عملي وبشكل واقعي، بعمل منطقه عازله بصور لا يسمح فيها بتواجد المدنيين داخل هذا الصور. طب استاذ ابو الفاتح، دلوقتي ايه هي الخطوات اللي ممكن يتخذها اهالي سيناء للحفاظ على حقوقهم او حتى توثيق
هذه الأمور من أجل المطالبة بهذه الحقوق؟ هو الصراحة أنه الواقع من ساعة مؤتمر الحسنة وقبل مؤتمر الحسنة أن أهالي سيناء هم رعايا بلا أي حقوق، الدولة تتعامل معهم بأنهم ليس لديهم أي حقوق. الأمر طب احنا هنفضل نقول هذا الكلام لحد إمتى؟ أنا كل ما أفتح ملف في سيناء ألاقي حقوق سيناء ضائعة، وأنا على فكرة أنا لا أنكر ذلك، أنا أثبته وأقره، ولكن لماذا يتم التعامل مع أهالي سيناء بهذه المعاملة التي تضيع الحقوق للجميع؟ ليه كده يعني؟ هو احنا قلنا انه سبب دعم الانقلاب اللي حصل في مصر من 7-8 سنوات هو انه الهدف الرئيسي او المحور الرئيسي من اهداف هذا الانقلاب وهذا الحكم الموجود في مصر حاليا هو حماية حدود اسرائيل. تمام. وهذا الرجل منذ البداية وهو يعني يؤكد ويتعهد على هذا الامر. الاسرائيليين كانت تقريبا مستشار الامن القومي الاسرائيلي كان اتكلم في 2006 وقال انه احنا كنا نريد كنا في 2013 او 2014 قال ان احنا كنا نريد سيناء ليس فيها الا البدو والجمال، لكن اكتشفنا انه البدو بيعملوا مشاكل، بيفجروا خطوط الغاز اللي بتوصل كان الغاز المصري باقل من سعر استخراجه لاسرائيل، وبالتالي قال الان لا نريد البدو ولا الجمال، نريد فقط الجيش المصري. وزي ما شفنا في التقارير الاعلاميه اللي نشرت للقواعد والمعسكرات المصريه الموجوده على الحدود ظهرها موجود ناحيه اسرائيل، والوجه والمدافع موجهه الى الداخل، الى داخل سيناء والى داخل مصر. انا اقول لك انه حظ اهالي سيناء انهم اجوا في هذا المكان وتواجدوا في هذا المكان وليس لديهم اي حقوق، وبالتالي نفهم مطالبات المنظمات الدولية اللي اتكلمت وقالت بشكل واضح انه اهالي سيناء يحتاجوا الى الحماية الدولية في ظل دولة تنتهك كل حقوقهم وتفرض التعتيم يعني الحقوقي والاعلامي والصحفي، لا يستطيع صحفي الدخول الى سيناء ولا يستطيع حقوقي او انساني او يعني اي شخص يعمل في الجانب الانسانية الوصول الى سيناء من اجل استكمال المخطط والاستفراد باهالي سيناء ونزع كل حقوقهم بما فيها الحق في الحياة والحق في ارض الاجداد وارض الاباء. بشكرك شكرا جزيلا السيد ابو الفتح الاخراس الصحفي المتخصص في الشان السيناوي، كنت معي عبر سكاي في ملفات، شكرا جزيلا لحضرتك. زي ما سمعنا استاذ ابو الفتح هو بيتكلم، انا من هنا اعلن تضامني الكامل مع اهلنا في سيناء من اجل عوده حقوقهم واستقرارهم كمصريين بيعيشوا بس في سيناء، والله كريم.